وضعك في الصورة غايتنا. الحاجة الأولى دائما كي تكون حاجة الأولى، الحاجة الثانية حين نسموها احنا كونتر فاسون، كما يسموها في المغرب يسموها الجود ولا ما على باليش، شغل حاجة كيما كوبي كولي ماشي الأصلية. احنا جمل بالماضي وزير سعادة أصلي، عنده لاقب، جاب لاقب. دوك نتوما لا تحكون على تأهل ولا عفسة، كما نقولوا احنا المباراة هذه تاع المغرب إسبانيا هما يقول وزير سعادة، أنا نقول وزير سعادة تاعكم حالي لوزيتش هو اللي بنى لكم فارق، مع الأخر جبتوا به الحصيرة ورميتوه. نعرفوا السياسة المغربية في كرة القدم كيفاش دايرة، هما يحبوا زعما تاع شغل إنتاج، زعما شغل وطنية، شغل تاع زعما مدرب وطني. احنا مدرب وطني جا بنية صافية، جاب لنا التيتر ديريكت، ما عياناش فرحنا، وكنا كما نقولوا في واحد الحالة، كان الحيرة، كانوا بزاف صوالح في الجزائر. كما نقولوا هذا وزير سعادة تاعهم. احنا مبارك لاسبانيا اذا ربحوهم المغرب، اذا ربحوهم مبارك لاسبانيا، ما مباركش المغرب على الفوز، باسكو الاسبان البرتغال تربح، باسكو البرتغال قويه عليهم بزاف وتكنيك وكلش. المغرب كاش امكانيات، ما كا والو، ميطق يلعبوا في سطاد، عندهم غير ديفونس قوي ولهنا ما يزيدوش، باسكو لعبوا مع ايكيب ناقصين فهمه. تاع مال البرتغال امبوسيبل تقوا ربحوها، ما يقدروش. هي صح راهي مليحه، شغل ربحت زهر مع الانجليز، ربحت بينا بلي بيناتي مع اسبانيا بلي بيناتي، ومنا بصح مع البرتغال امبوزي. ربحت زهر مع الانجليز مع اسبانيا، ربحت زهر باينه امبوزي بطيك تربح البرتغال. ما تزيدش البرتغال ما تزيدش. الحق انا نهضر الحق، ما شغل ماشي زعما كيجي رانا نجي معاهم ولا نهضر الحق، باينه البرتغال ما طيقش تربح البرتغال. ايكيب عالميه، جيب ايكيب تاع العرب كش منها. واش تتوقع في نصف النهائي شكون هما؟ انا نتوقع الارجنتين ولا البرازيل، وحده منهم. الارجنتين ولا البرازيل، هذو الزوج اللي اوا كيف ما سمعتش. وقال حنا اللي استفزيناهم باش خرجوا كيقولوا هذا الكلام، ياك المغاربه اللي استفزوهم. اي نعم المغاربه قالوا على وليد الركراكي وزير السعاده، ما مرشي مغربي قالها، كنقولوا له راس لافوكا، كنقولوا المرضي الوالدين مول النيه، عمرنا قلنا وزير السعاده. بعض المرات بحال هذه المشاهد كيضحكونا احنا كمغاربه، يعني كنشوفوا هاد الناس العقليه ديالهم في جيه والواقع في جيه، ولكن بعض المرات راك كتبقى تحس بداك الحقد ديالهم تجاه المغرب، راه شيء كبير اصاحبي، حقد كبير اصاحبي تجاه المغرب. راه ما يمكنش شي مغربي يحقد عليكم بالطريقه اللي حاقدين علينا نتوما. والدليل هو 2019، يعني راه ماشي شي حاجه اللي بعيده. دخل اليوتيوب كتب فرحه المغاربه بعد فوز الجزائر كاس امم افريقيا، عاد تشوف المغاربه كيفاش خارجين وفرحانين معاكم. خليني من 10 ديال الناس ولا 20 ديال الناس، راه الشعب المغربي كامل خرج صح، باش كتعرف النيه الصافيه ديال هاد الناس والقلب البيض. وانتم صاحبي هاد الحقد وهاد الكره وهاد الغل وهاد مالكم صاحبي، فين غاديين بهذا المرض ديالكم؟ شيء مؤسف صاحبي، شيء مؤسف. وهادشي علاش ما عمركم تطفروه في الحياه ديالكم؟ اقسم بالله ما تطفروه، عا بسبب داك القلوب ديالكم الكحله. لا حول ولا قوه الا بالله. نخليكم مع شنو قال الاعلام الجزائري، نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الافاضل. عمار عمور، المنتخب المغربي في النصف النهائي، مباراه ربما ما كانتش مباراه كبيره بالنسبه للمغاربه، مباراه لعبوها مثل ما لعبوا امام المنتخب الاسباني، لكن ربما باكثر مثل ما يقال بالفرنسيه ديبوش دينارجي مقارنه بمباراه المنتخب الاسباني في مواجهه منتخب برتغالي كان مرشح مثل كل دوره على الورق. مره اخرى البرتغال يخرج من الدور الربع النهائي وكريستيانو رونالدو ملك بدون تاج. بكل حال نظن بلي المغرب اداء اكثر من رائع، وتنبأنا المره اللي فاتت بزوج حوايج تذكرت انا وكما كنا انا ومحمد، قلنا المنتخب المغربي راح يعيا اكثر لانه راح يلعب مع ايكيب بلو تكنيك ليسبان، دي حاجه الاولى. الحاجه الثانيه قلنا لو كان يحسن من لاتاك رابي تاعو، لا كونتر اتاك يحسن فيها، لانه دائما يدير لو بلوك با هذاك، لو كان يحسن من لا كونتر اتاك ولا ترونزيسيون تكون مليحه، دوبلي يقدر يدير دي حوايج دي ميراكل. دوبلي اليوم حتى الهدف دوبلي جا من كونتر اتاك، وصل شحال من خطره بكونتر اتاك للمرمى المنتخب البرتغالي لكن لم يسجل. بالنسبه للمنتخب البرتغالي، المنتخب البرتغالي نظن بلي حتى قبل المنافسه كان منتخب اللي كان حاب، ما عندوش ان اوبجيكتيف باين يدي كوب دي موند ولا، ولكن كان حاب يوصل اوصل الابعد حد، نظن بلي ابعد حد كان هو الربع نهائي، لكن خسرته اليوم مع المنتخب المغربي نظن بلي اثرت عليه. بالنسبه لرونالدو، رونالدو نظن بلي اخر كوب دي موند ليه، ما عندوش ان اوبجيكتيف، ملك بدون تاج. لو كان جا بن شابير هنا
يقول لك راك فرحان باسكو كريستيانو خرج وميسي كاليفا. صح نسلم على شيخي وعلى لامين، ولكن نظن بلي المنتخب المغربي يستاهل المره الثانيه مع منتخب كبير بعد المنتخب الاسباني. طريقه اللعب تقريبا نفس الطريقه 4-1 4-1 4-1 4-1 رائعه جدا. المنتخب كامل كان ممتاز، ولكن لازم نهضروا بزاف على مرابط اللي كان اداؤه اكثر. انا نظن بلي احسن لاعب في المباراه، ماشي احسن لاعب في المنتخب المغربي فقط. نعم، المباراه الثالثه على التوالي ولا الرابعه، نور الدين مرابط حسين مترف، انت اللي تعرف جيدا منصب وسط الميدان، وايضا محمد قاسي سعيد اللي كان منصبك لما كنت لاعب، انك تلعب بهذا المستوى في تقريبا كل الدوره منذ مباراه كرواتيا، مرابط في نفس المستوى يقدم مباريات رائعه جدا، ان غوس ديبوش دينارجي يعني ما تقدرش تتصورها فوق ارضيه الميدان لانه منصبه يطلب ذلك، ايام الاسترجاع قليله ومباريات متتاليه، لكن شفنا مرابط دائما في الحاضر ودائما يعطي ذلك الدفع لزملائه من اجل ان يكون يعني اول جدار قبل محور الدفاع. شوف، اولا نهنيه المنتخب المغربي والشعب المغربي على بلوغهم للدور النصف النهائي لاول مره في تاريخ الكره الافريقيه والعربيه. انت تكلمت تقول يعني خرجوا البرتغال، ولكن ما ننساوش كان يتخرجوا الاسبان بعد 120 دقيقه، خرجوا بلجيكا اللي كانت عندها المرتبه الثالثه على ما اظن في 2018. نعم، وتعادلوا مع كرواتيا صاحب المركز الثاني، وتعادلوا مع الوصيف، وصيف نعم. بطل العالم، وراه دومي فيناليست. وهذا كاع، هذا كاع في ظل غياب ما تنساش ميدو زوج مدافعين اساسيين اللي هو مزراوي تاع الباير اللي ما لعبش، اغراد واغراد اللي ما لعبش ايضا، وزيد خرج سايس خرج، وزيد الاقصاء تاع المهاجم اللي دخل. اعتقد بانه عاد بالفائده على المغرب اكثر من وجوده فوق ارضيه الميدان. وخمس دقائق كل واقعيه. لا بصح شوف ميدو، خمس دقائق اقصاء المنتخب المغربي عرف كيفاش يحافظ على النتيجه. كانت مقابله تكتيكيه ما بين المدربين كانها لعبه تاع الشطرنج، وين الركراكي كان اقوى من الشوط كان اقوى من المدرب البرتغالي. نعم. لما تكلم على وسط الميدان المرابط لاعب ذكي يعرف كيفاش يقسم القوه ديالو. لما يكون في دون سيتياسيون فافورابل يمد كاع الامكانيات تاعو، وفي بعض الاحيان يعرف كيفاش يسترجع القوه ديالو. رغم ان كل المقابلات كانت قويه للمنتخب المغربي، ولكن المدرب تاع الركراكي عرف كيفاش يسير مع هذا المنتخب وهاد اللاعبين. اليوم كما قلت لك عمار، كل شيء ممكن راه على بعد مقابله واحده باش يمشي للنهائي، راح يمد كاع واش عنده باش يلحق للمباراه النهائيه. نعم حسين مترف، المنتخب البرتغالي تصور لما نشاهدوا على الورق قائمه 26 اللي اختارها فرناندو سانتوس لهذا المونديال، كلها اسماء كبيره تقريبا، تروح مركز الظهير الايمن دالوت رفقة كونسيلو، الظهير الايسر نونو مانداش وغيريرو، محور الدفاع بيبي بالخبرة الكبيرة روبن دياس، وسط الميدان اوتافيو فيتينيا، روبن نيفاش، برناردو سيلفا، برونو فرنانداج، جو فيليش، الهجوم بدون حديث ليال، وجود كريستيانو رونالدو، غونسالو راموس. ما تشوفش بلي نطرح لك سؤال من هذا الجانب، ثم اتركك تتحدث بحريه عن المنتخب البرتغالي. هل تعتقد بان الفوز ب 6-1 على المنتخب السويسري غرور؟ تسبب في اصابه لاعبي المنتخب البرتغالي بالغرور، ربما وضعوا في راسهم انهم سيلعبون امام المغرب، اذا التفكير يبدا في النصف النهائي من الان. اولا وقبل كل شيء يعني مبروك للمنتخب المغربي اللي يعني حقق انجاز تاريخي بالنسبه للتاهل تاعو الى الدور نصف النهائي في كاس العالم. نشوفوا المباراه يعني كانت تسير يعني في اتجاه واحد، لكن الشيء اللي غير يعني منحنى المباراه هو الهدف اللي سجله المنتخب المغربي، سجله في وقت جد حساس نهايه الشوط الاول، ومعروف باللي كي تدخل يعني للغرف تغيير الملابس وانت فايز ب1-0 راح تعطيك يعني كمدرب راح تعطيك يعني الحريه باش تدير اختيارات جد ذكيه. نشوفوا باللي الشوط الثاني المدرب الركراكي هو اللي فاز بالمباراه، نشوفوا التغييرات تاعو كانت فيها نوعا ما من المغامره، وين شفنا يعني دخل اللاعب
تبليسه يعني ستوبر سايس دخل في دخل مكانه اللاعب داري لاعب اشرف داري لاعب نشوفه في دخول لاعب داري كانت لقطه جد يعني سانحه لتسجيل المنتخب البرتغالي في اللاكس وين راطاو هذيك وين راطاو يا راموس ضيع هذيك الكره بالراس نشوفه واش دار تم رقراقي ما امنش زاد واحد في اللاكس زاد دخل لاعب بانون ولا بانون يعني ولا يلعبوا ثلاثه في اللاكس ولا يلعب حكيمي اكسوندري دروا واغوش لاعب تاع الوداد البيضاوي بن عطيه عطيه هذاك ونشوفوا يعني المنتخب المغربي يعني المدرب تاعو ساعد بكثير اللاعبين تاعو هذا هو دور المدرب نشوفوا هنا المدرب في الشوط الثاني كان عنده اضافه جد يعني حساسه ومع هذا ميدو كي ولا للوراء ما ولاش للوراء باش يعني يولي للوراء ويتحمل عبء المباراه نشوفوا باللي المنتخب المغربي ولا للوراء في امومون دوني ثم عاود استرجع يعني الوسط الميدان وين دار هجمه معاكسه كان قادر يسجل الهدف الثاني وين شفنا الانفراد تاع لاعب المنتخب المغربي البديل وين راح يعني راس مع راسي مع الحارس المنتخب البرتغالي وين الحارس ما طاحلوش يعني قاعد واقف وين دا الكره نشوفوا هنا المدرب يعني دار ثوره في هذا المنتخب المغربي مبروك على المنتخب المغربي مبروك على المدرب هذا المدرب يعني اللي ما كانش عنده يعني الوقت طويل باش يشوف ويعرف الخبايا تاع الفريق تاعه لكن التحمل تاع هذه المسؤوليه الكبيره اللي كانت في عاتقه كانت بنجاح وين شفنا باللي رئيس الفيدراليه اللي هو لقجع يعني وين تكلم معاه على انفراد قال له انت راك حايب مدرب تكون مساعد ولا تقدر يعني تحكم هذا الفريق لوحدك كانت عنده شجاعه كبيره وهذه هي معروف هو لاعب حكم يعني الوداد البيضاوي دا معاهم يعني تشامبيونز ليغ دي شامبيون دا معاهم تشامبيونز ليغ عنده هذيك يعني كيما نقولوا اللوداس والجراه قال لك انا نقدر ما حقرش روحه وشوف وين راهو في نصف نهائي كاس العالم هذا دليل على ان هذا المدرب جاء من العدم كي نجيو نتكلموا يعني وراه دوك يحقق في انجازات راح يكون من بين احسن المدربين في العالم ردراقي نعم عمار عمور لما نعود لك نتحدثوا نشاهدوا اولا فيديو خروج كريستيانو رونالدو من ارضيه الميدان في اخر مونديال بالنسبه لدون الذي رسميا لن يلعب مونديال اخر هذه اللقطه ربما اثارت جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي لقطة رونالدو مع أحد المتسللين إلى أرضية الملعب هو مناصر تقريبا دفعه وربما شوف المناصر جاء يبحث ربما عن صورة لكن شوف تصرف كريستيانو رونالدو هذه اللقطة الأولى أعطينا اللقطة الأخرى لما اللقطة سنعود لها بعد قليل لقطة خروج كريستيانو رونالدو بالدموع في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس صورة حزينة عمار عمور لاعب مثل هذا لاعب تاريخي لاعب أسطوري كسر العديد من الأرقام فاز بكل الألقاب الممكنة ما عدا كأس العالم أنك تخرج في آخر مونديال ليك بعد كل ما قدمته لكرة القدم العالمية تخرج بهذه الطريقة أولا أصبحت احتياطي في سن 37 قبل المونديال تم فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وكأنه هذه النهاية مثل ما يقال بالعامية عدوك ما تتمناها فما أدراك لاعب مثل كريستيانو رونالدو اللي قدم الكثير لكرة القدم العالمية واحد من أفضل اللاعبين في تاريخه وهذا الشيء لن ينزعه منه أي أحد قدم 15 سنة في أعلى مستويات لا حتى بضرب نعطيك أيضا دعم تحليلك بتصريح بونو قال نحن هنا من أجل تغيير العقلية والتخلص من عقدة النقص هذا هو لاعبين حابين يوصلوا لمكان جامي وصلوه لازم تكون عندهم الإرادة اليوم أنا بلك اليوم كبير. بلك من أول لقاء الكرواتيا لليوم ما شفتش المنتخب المغربي يلعب مع الجارديا تاعو فلوكون تاعو بريسينغ او تاع المنتخب البرتغالي ويلعب ان دو يخرج فيها الجارديان يعطي لاريان بدون دق خلاص وصلوا واحد المستوى من الثقه وين يقدروا يلعبوا مع اي فريق وينافسوا اي فريق المنتخب المغربي اليوم حتى ولعب دفاعيا الا انه لعب بالامكانيات تاعو ما يقدرش يلعب بامكانيات واحد اخرين يكون يفتح ممكن منتخب البرتغالي يقدر يسجل في اي لحظه ولكن لعب بالامكانيات تاعي تلعب بالامكانيات تاعك توصل وهو وصل للجيمي فينال دوبلي يستاهلوا باش يوصل محمد قاسي سعيد الركراكي يقول لك فوزنا ليس معجزه بل نتيجه عمل في الجانب المقابل سونتوس يقول حزين للخساره لكن المغرب استحق الفوز اليوم شوف لو تشوف المقابلات تاع المنتخب المغربي بالنسبه لي انا يعني تقريبا كل مقابلات خاصه المقابله تاع
بلجيكا والاسبان والبرتغال البرتغال نسخه اصليه. الركراكي عارف الامكانيات ديالو، عارف اللاعبين ديالو وين حاب يلحق بهم، خلى يعني مساحه كبيره للمنتخب البرتغالي. العب كما حبيت في المنطقه ديالك، حتى ال 30 متر ما خليكش تدخل. لما تشوف المنظومه الدفاعيه تاع المنتخب المغربي من 30 متر الى الحارس بونو، تقول كانه داخل في مش عارف، من المستحيل باش تدخل حيط. تدخل حيط، دار حيط، بنا حيط. وشفنا يعني حتى لما بنى الحيط هذاك كان مشى بلي كونتر اتاك، سيرتو خاصة في الهدف الثاني اللي ضيعوا المهاجم. وزيد زيادة على هذا الشيء، هذايا عندك حارس كبير بونو اللي توج بجائزة رجل المباراة وكان منحها للنصيري، قالوا أنت أولى بها من لا. عندك حارس كبير، عندك حارس كبير، حارس عالمي اللي يعطي واحد الثقة كبيرة للمدافعين ديالو. اليوم تشوف أنت يغير تقريبا مزراوي ماهوش مدافع يعني أيسر، ماشي مدافع جا من المجهول، يعني ماهوش بأي مدافع، مدافع يلعب في بايرن دو ميونخ. أغريد هو أيضا قالت مدافع اللي يلعب في ويست هام على ما أظن، ويست هام. وغيرهم يعني غيرهم لابدي غيرهم لانه كانوا مبليسين غير اضطراري يعني. واليوم يبقى برك انا عندي يعني ان بوان نوار، وين القائد الفريق سايس اللي شفنا خرج يعني ضمن باللي يعني اصابه، نعم اصابه عضليه تكون عضليه. يردوا مباراه اسبانيا خرج ايضا عاود جددت له الاصابه اللي راح تكون صعيب باش يولي في الدومي فينال. نتمنى يسيبوه لانه هو قالت امبياس في لا ديفونس ديالو. ولهذا انا بالنسبه لي والله لما تشوف المقابلات اللي داروها المنتخب المغربي مع اسبانيا وبلجيكا ولا كرواسي، نقول انايا ما فاجئونيش، فريق يعرف عارف ونحب يروح والحق بالدومي فينال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، خرجوا عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد يدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.